هانتوما مشاهدين مشاهدات، هذا اول فيديو ديالي، ولا لقيتوني مرتبكه ولا تلفت في الهضره ما ديوش عليا. هانتوما نصايب العسل، درت الجميله فيها قلب السكر، غادي نزيد عليه الماء، ثلاثه الكيسان ديال الماء كبار. هانتوما شفتوا القياس ديال الحجم ديال الماء كيفاش داير، غندير ثلاثه الكيسان، ها هو الثاني، وغيبقى لينا واحد ثالث. هاد الماء اللي درت لقلب السكر خاصو يبقى ليله كامله، غايبات هاد قلب السكر بهاد الماء، القياس الماء اللي درت ليه غايبات ليله كامله. الغد لي غادي نوريكم كيفاش النتيجه اللي غتحصلوا عليها من بعد ليله كامله، وغادي نوريكم العسل كيفاش كيطيب. ها هو الشكل اللي كيولي عليه قلب السكر، كيصبح صباح بحال هكا، ملي كيبات ليله كامله الصباح كيصبح بحال هكا. هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نشعل عليه، منين يوصل الشكل النهائي ديالو ويختار غادي نوريكم كيفاش كيولي. المقادير غادي تلقاوها في الاخر ديال الفيديو، غنقول لكم شنو درنا في المقادير. هانتوما كنقطع الحامضة على هذا الشكل ياك، من بعد كنزيدها في الجميله، كنزيدها مع داك السكر اللي داب هكاك، وكنخليها تغلى. هانتوما البنات، العسل كياخذ هذا الشكل، وباش كتعرفوه كيطيب ديك الحامضة كتبقى غادية وكتحمر وكتجمع. هانتوما انا غنخليه واحد المدة حتى كيعقد، راه تقريبا كياخذ معكم الوقت واحد الساعة تقريبا ولا اكثر. هذا هو الشكل ديالو، من بعد منين يعقد ويتقاد غادي نوريكم كيفاش. المهم العافيه فين كديروها في الاول، كديروها ما هي مجهده ما هي مهيله في القياس بينو وبين. شفتوا الحامض كيفاش كيبقى كيتجمع وكيحمر. المهم انا الشكل النهائي منين غادي يبدا يعقد راني غادي نوريكم كي كتكون كي كيولي في الاخر. هو بديت بالعسل باش تجي قناتي عليكم كي العسل. يلاه هانتوما البنات، هذا الشكل النهائي ديال العسل منين كيختار، وهانتا شنو اللون واللون كي كيولي اللون ديالو. وهذا الحامض، هانتوما شوفوا الشكل النهائي ديالو، كيكون معسل هكا كيكون حمار بهذه الطريقة. من بعد انا كنزيد ليه المسكة الحرة الا بغيتو يختار، واي نسمة بغيتو ديروها قرفة زعتر، شوفو نتوما على حسب المنسمات اللي بغيتو تنسمو بهم. كاين هذا الشكل ديال المسكة الحرة، تقدر تزيدوها في هكا الا كانت عندكم، الا ما عندكمش هذا الشكل ديال المسكه الحره اللي دايره على شكل بحال شي عجينه بحال شي بحال شكل بوماد، الا بغيتو ديروها حبوب يمكنكم كتدققوها حتى كتفرتتو تزيدوها فيه. انا غادي نزيد واحد راس معلقه من هذه المسكه الحره في العسل وصافي. هذا هو الشكل النهائي. المهم المقادير راني قلت لكم، الا درتو قلب ديال السكر راه كديروا معاه ثلاثه الكيسان حتى لربعه الكيسان ديال الماء، وحامضه حامضه يا اما كتشققوها يا اما كديروها صاينه. هانتوما البنات ملي كيقصح ليكم الحامض بحال هذا الشكل، هانتوما شفتوا كيفاش مقاصح، راه يبس نيشان، ملي كيبس على هذا الشكل كتعرفوا ان العسل ديالكم طاب. وكما قلت لكم راه الحامضه يا اما راه نسيت قبيلات ما كديروهاش صاينه، يا اما كتقسموها على اربعه
ولا غير كتفلحوها هكا وكتخليوها، راه من بعد كتاخد هذا الشكل. منين تاخد هذا الشكل عرفوا راسكم طاب. البنات الحامض ضروري في العسل، الا ما درتوهش راه ما تصدقش لكم الوصفه ديال العسل. وكتحضيو العسل عندكم يتحرق لكم، في الاول ديروا مع العافيه، ما هي مهيله ما هي مجهده، راني قلتها لكم في الاول ديال الفيديو. الحامض ما كنستغناوش عليه نهائيا، كما قلت لكم يمكن لكم ديروا القالب ديال السكر، يمكن لكم ديروا سنيده. الا درتوا سنيده راه نفس القياس ديال الماء بحال، غير هو خاصو يا اما يضل النهار كامل، يا اما القالب الا درتوه يا اما يضل النهار كامل، يا اما كتبيتوه ليله كامله. ها نتوما البنات العسل منين طاب ولا على هذا الشكل، شفتوا اللون ديالو. انا غادي نجي مغرفه باش نوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون. ها نتوما شفتوا القوام ديالو كيفاش داير، كيكون ثقيل شفتوا. من بعد انا غادي نصايب العقده ديال اللوز باش غادي ندير البريوات. ها العسل وجد، ها نتوما شفتوا الشكل ديالو، شكل اللون ديالو كيفاش داير. دابا غادي نوريكم القوام ديالو. ها نتوما شتي راه ثقيل ثقيل مع راساتو. منين كتبغيو مثلا غادي تديروا فيه مثلا البريوات ولا البليغه ولا شبكيه، كتسخنوه شويه باش كيخفف وصافي. انا دابا غادي نصايب العقده ديال اللوز حيت بغيت نصايب البريوات. هاد العسل صايبته باش نصايب البريوات. غادي نوريكم العقده كيفاش كنصايبوها، وغادي نوريكم المقادير اللي كنديروا فيها، وغنخليكم دابا واحد شويه وغادي نوريكم العقده. يلا البنات، ها العسل اللي صايبت، راه ديجا قليت البريوات ودرتهم فيه. دابا غبقاو ليا هاد البريوات اللي هنايا، راه غادي نحط مع نحط في الفيديو الثاني ديالي، غنحط البريوات والمقادير ديالهم وكيفاش وجدتهم والعقده ديال اللوز كيفاش درت ليها. ها نتوما راه غادي نقليهم وغادي نفندهم في العسل اللي وريتكم واللي صايبناه قبل. هذا هو العسل. انا منين غادي نقلي هاد البريوات راه غادي نغطسهم فيه ونوريكم الشكل النهائي ديال البريوات كيفاش. صدقوا معايا المعلومات ديال البريوات راه غادي تلقاوهم في الفيديو اللي الثاني ديالي اللي غادي نحط لكم على البريوات. دابا غير بغيت نوريكم العسل كيفاش كيكون. انا هاد المره ما سخنته ما حتى حاجه، حيت البريوات كيكونوا سخان ملي كتغطسهم في العسل هما بحد ذاتهم كيسخنوا داك العسل وكيولي كيخفاف. هاد العسل يمكن لكم تصايبوا به الشباكيه، البريوات، دوك الرغيفات اللي كنديروهم مقليين، يعني غتصايبوا به بزاف ديال الوصفات، دوك المحنشات، اي حاجه فيها العسل كيتستخدم يمكن لكم تستخدموا هاد العسل فيه. وكما قلت لكم قبل يمكن لكم تستعملوا المنسمات. انا اكتفيت بالمسكه الحره بركه عليا، اما نتوما اي منسم بغيتوه يمكن لكم تستعملوه. البنات سهل الفيديو ديالنا، الى اللقاء في فيديو جديد اللي غادي نديرو لكم على البريوات.